السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. إن شاء الله ده وردي اليومي، دعاء نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى ليكشف به الغمة ويزيل به الهم، جعله نافعا لي ولكم. نقول مع بعض وإن شاء الله تعالى يتقبل مني ومنكم. الأول نصلي على رسول الله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت له عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد الذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قلبي بين أصبعيك الكريمتين تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلبي يا أرحم الراحمين، وألزمني كلمة التقوى، واجعلني أحق بها وأهلها. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، هو رب العرش العظيم. يا هو سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحيي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك يا أرحم الراحمين. الله، وأطلق لساني بالقرآن على النحو الذي يرضيك عني، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي ذا الجلال والإكرام، أكمل لي ديني، وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا إماما للمتقين إماما.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، فلله الحمد. رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والارض، هو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك وسيدنا محمد، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرض، وعلى معهم وعلي معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراضي عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت. استغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات، عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. رب اغفر لي ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة نبينا سيدنا محمد رحمة عامة. رب اغفر لي وأنت خير الراحمين، رب ارحمني وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، قابلين لطاعتك. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفر مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أبو معافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء علي، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. لا تنسوني بالدعاء.